حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. أخرجه البخاري في صحيحه. ولفظ مسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أعد الله له نزله، نزله بضم النون والزاي وهو المكان الذي يملكه الله عز وجل له. أعد الله أي هيأ الله له. سبحان الله، تصور لو خرج الإنسان إلى المسجد أكثر من مرة، كم من بيت عظيم وكم من قصر جميل يناله الإنسان في ذهابه وفي إيابه. وإن كانت بضم النون وإسكان الزاي فالمراد إكرام هذا الإنسان، لأن النزل هو ما يعد للضيف ويكرم به. ولذلك في رواية مسلم: أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. سبحان الله، من يفوت هذا الأجر العظيم؟ تأتي إلى المسجد لصلاة أو لذكر أو لقراءة قرآن أو لغير ذلك، سبحان الله، تجمع لنفسك قصورا وبيوتا وأماكن في الجنة كلما غدا أو راح.